راح نبدا بجي اوف اس او جي اوف جي اوميجا. بتصير عندي جي او جي اوميجا تساوي واحد على هلا بدنا ناخذ هاي بدي احولها بدي بدنا ناخذ هذه هون راح تصير ماينس 1 فهذه راح تصير عندي واحد على واحد ماينس اوميجا على اوميجا ان تربيع زائد هاي بحطها لها اقواس هذا الريل بارت الايماجينري بارت اللي هو 2 زيتا اوميجا على اوميجا. هلا بدي اخذ الماجنتيود انا عمالي بفتش على المكان. هلا اذا بتطلعوا على هذا الكيرف اذا متذكرين ايش الاكسس هذا اول شيء وهذا هذا ماجنتيود بس مش هيك انا بفتش هون وين النقطة لو اشتقيت وين النقطة اللي بتهمني؟ طبعا عندي هاي هون بتعطيني اشي بس هذا تريفيال انسر. وين النقطة المهمة؟ لو اشتقيت وساويت المشتقة بزيرو شو بعطيني؟ بعطيني نقطة ريزونانس. هاي هي تعريفها. طب بدنا نلاقي الماجنتيود. هلا إذا حولنا هذه هون ماجنتيود بدي أتخلص من جي من هون مش هيك؟ فالماجنتيود بصير الجذر التربيعي المربع هاد زائد مربع مش هيك؟ فهذا بصير عندي واحد ناقص اوميجا على اوميجا ان تربيع تربيع زائد 2 زيتا اوميجا على اوميجا ان تربيع تحت الجذر التربيعي كلها ناقص مضبوط هيك؟ هلا هون بدي هاي هلا بدي اشتقها بدي اشتقها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن بالنسبة لأوميجا. إذا بدي ألاقي الآن دي جي جي أوميجا بالنسبة لأوميجا. بس أنا هون بإمكاني أتخلص من الواحد على. مضبوط؟ لأنه أنا إذا حتى أعمل ماكسمايزنج لهاد بدي أعمل مينيمايزنج لهاي الكوانتيتي، مضبوط؟ إذا عملت مينيمايزنج لهاي الكوانتيتي صار ماكسمايزنج، وفي الحالتين أنا بشتق وبساوي بزيرو، مش هيك؟ فرح ناخذ الآن رح اخذ الكوانتيتي هاي اللي موجوده هون رح اطلعها حتى كمان من الجذر مش هيك ما بياثر من اذا عملت لها ماكسمايزيشن تحت الجذر بكون عملت لها ماكسمايز او مينيمايزيشن عفوا اذا كانت مينيمم هذه مينيمم معناها جذر رح يكون مينيمم واحد على جذر رح يكون ماكسيمم فالكوانتيتي اللي رح نعملها الكوانتيتي اللي بدي اعملها مينيمايزيشن سميها اذا بدك شيء جديد مثلا اتش جي اوميجا ماجنتيود تساوي اوميجا على اوميجا ان تربيع كل تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اوميجا على اوميجا ان تربيع. بدي الان اشتق هاي راح اخذ الان دي على دي اوميجا تساوي دي على دي اوميجا للكوانتيتي هاي كلها اللي موجوده. هلا اذا بدي اشتق ما دام هم مجموعين جمع بقدر اشتقهم بقدر اشتق هذه اضرب اثنين مش هيك واكمل خليني اشوف انا كيف مشتق هون انا مفككها من هاي هاي بتصير دي على دي اوميجا بقدر نفكك هاي هون بتصير واحد ناقص اثنين اوميجا على اوميجا ان تربيع مش هيك زائد اوميجا على اوميجا ان للقوة اربعة وبعدين عندي هاي بتصير زائد اربعة زيتا سكوير اوميجا على اوميجا ان تربيع مضبوط مش هاي الكوانتيتي هاي بدنا نشتقها الواحد بروح فبصير عندي دي على دي اوميجا للكوانتيتي هذه اتش يساوي هذه بتروح هاي بتصير 2 في 2 فبتصير ناقص 4 اوميجا على اوميجا ان مضبوط زائد هاي بتصير عندي 4 اوميجا على اوميجا ان كيوب وعندي هاي بتصير 2 في 4 8 زيتا سكوير اوميجا على اوميجا ان
هلا عندي هون اوميجا على اوميجا ان وعندي هون اوميجا على اوميجا ان بامكاني اطلع اوميجا على اوميجا ان برا واشوف شو بضل عندي جوا فبتصير هذه عندي اوميجا على اوميجا ان وبضل عندي جوا 8 زيتا سكوير ناقص 4 وبامكاني اطلع 8 4 برا فبضل عندي هون هاي اول كوانتيتي وثاني كوانتيتي اللي هي 4 اوميجا على اوميجا ان تكعيب بقدر الان اطلع 4 اوميجا على اوميجا ان برا فبصير عندي 4 اوميجا على اوميجا ان برا بضل عندي جوا وطبعا لما بشتق بدي اساوي بزيرو دكتور نعم نحن بالنسبه لنا يعني اوميجا ان اذا كان هيك صح يعني هو في حلين راح يطلع معك انا حل ليش يعني لما حطينا خليناها تكعيبي ليش ما خلينا الاوميجا ان لحالها اس 4 يعني ليش بين قوسين تكعيب يعني قصدي 4 اوميجا تكعيب على اوميجا ان اس 4 بدي اطلع انا عامل مشترك برا بقدرش اطلع بدي اطلع عامل مشترك برا بين هاي وهاي مش هيك ايش العامل المشترك بين هدول التنتين فيش هوا غير عندي للقوه واحد مظبوط وهون عندي للقوه ثلاثه فبقدرش اطلع غير اوميجا على اوميجا ان برا بضل هون واحد مش هيك فاهم علي واضح فبصير عندي جوا 2 زيتا سكوير ناقص 1 في عندنا شيء غلط مش هيك عملناه هون هاي لازم 8 مش وين الأربعة أربعة هون هاي طلعنا هاي صارت 8 وهذه 4 هون خلينا نشوف وين الغلط أنا غلطان بشيء هذا لما اشتقينا من هون مظبوط اشتقينا أخذنا 4 ناقص 4 اوميجا على اوميجا ان مش لازم واحد على اوميجا ان وين هاي اي وحده؟ مش احنا بس نشتق الاس بعدين اللي داخل الاس بنضرب مظبوط بنضرب بس رح نضرب كل شيء في واحد على اوميجا ان مش هيك؟ لازم تختفي بس مش هذا الغلط في غلط انا ثاني عامله 4 اوميجا انا فاهم شو الغلط لك غلطنا انا هون نزلت هاي وتركت هذه تحت اوكي خلينا نرجع نعيد هذا الاشتقاق لانه هذا غلط اللي هون الاشتقاق هذا غلط اوكي هذا اللي انت كنت تحكي عنه يا مشاكبه انا كنت احكي عن اوميجا ان اوميجا ان انا هون غلط الاشتقاق انا اللي عملته غلط الاشتقاق هون هلا هذه المفروض انها تدخل جوا فبتصير هاي سكوير وهاي سكوير مش هيك قصدك؟ ايوه وهاي 4 وهاي 4 مضبوط او زي ما حكت سيرين بضرب في واحد على اوميجا ان وهذه عندي هون تربيع وهذه تربيع فهلا بصير عندي لما بشتق بصير عندي هذه 2 في 2 بتصير 4 اوميجا على اوميجا ان سكوير مزبوط ايوه اوكي هذا الغلط مني 4 وهون عندي ماينس بعدين عندي زائد هاي بتنزل هون بتصير 4 اوميجا كيوب على اوميجا ان هو 4 زائد 4 زيتا سكوير لما بتنزل عندي 2 في 4 هاي بتصير 8 زيتا سكوير اوميجا اوميجا على اوميجا ان تربيع خليني بس اتاكد انه هذا الجزء مضبوط قبل ما اكمل عندي 4 اوميجا كيوب على اوميجا ان تربيع مضبوط ناقص 4 اوميجا على اوميجا ان سكوير وهذه هون 8 زيتا سكوير اوميجا على اوميجا ان تربيع هلا عندي هون بطلع لبرا بقدر اطلع برا او بحط هذه كوانتيتي راح احط ال 4 اوميجا كيوب اللي هي هاي الكوانتيتي على اوميجا ان للقوة 4 وبعدين هون بطلع لبرا 4 اوميجا على اوميجا ان تربيع مظبوط مش بقدر اطلع 4 اوميجا على اوميجا ان تربيع بضل عندي جوا في عندنا زيت انا لا مظبوط هي هاي فهاي الكمية وهاي الكمية بطلع منهم اوميجا على اوميجا ان تربيع بضل عندي جوا هون ناقص 4 8 زيتا سكوير مظبوط هاي 8 زيتا سكوير ضل عندي جوا اوميجا على اوميجا ان تربيع والاربعه طلعت برا هاي بتصير 2 وهذه 1 مزبوط هيك؟ فصارت 2 في 4 8 8 اوميجا على اوميجا ان تربيع اللي هي هاي وزيتا سكوير والثانيه بتصير ناقص 4 على اوميجا ان تربيع مزبوطه هيك؟ مزبوط هلا هاي بقدر اطلع الان كمان برا 4 اوميجا على اوميجا ان على اوميجا ان
تربيع فبصير عندي هون اوميجا اوميجا على اوميجا ان تربيع هاي اوميجا تربيع بتصير مش هيك على اوميجا ان تربيع زائد 2 زيتا سكوير ناقص 1 بتساوي وهي بتساوي 0 لما اوميجا تساوي اوميجا عندي هلا الحل يا اما بكون انه اوميجا ار بتساوي 0 هذا تريفيال سوليوشن او بكون انه الكوانتيتي اللي موجوده هون بتساوي 0 فبصير عندي اوميجا ار تربيع على اوميجا ان تربيع وهون عندي 2 زيتا مش هيك بتساوي 1 ماينس 2 زيتا تربيع فبصير اوميجا ار على اوميجا ان تربيع بتساوي 1 ماينس 2 زيتا سكوير اوميجا ار بتساوي اوميجا ان في 1 ماينس 2 زيتا تربيع هذا الاشتقاق ده اوميجا